وري ولا زين فين يصلي ويوري لهم بدك السيف الله يزرع هكذا فهمت. الجزائريين ما عارفينش القبلة يوريها لهم الوالي تاع الوهران. وفعلا راه كاين مشكله الاخوان شفت داك النهار داك الجامع في الجزائر عاملهم يصليو اسبانيا. تخيل معايا انا دابا بغيت نعرف هاد الناس هادو اللي كيصليو اسبانيا واش ما كتشرقش عندهم الشمس ولا ما فهمتش انا والله العظيم الا بغيت نعرف كيفاش يعني دابا في العشاء في الليل كنتي مسافر ودخلتي لواحد الدار في الليل ما غاديش تعرف هذه معروفه خصك تسول مول الدار تسول الليل ما تقدرش تعرف انت دخلتي واحد المدينه فهمت دخلتي لها كذا 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 كتدخل الدار مع العشاء ولا كذا هذه بغيتي تصلي العشاء ولا بغيتي تصلي المهم وقت العشاء ولا مور العشاء كتلف في الليل ولكن اخوتي انتم ساكنين تما عامين وانتم تصليو صليتوا الفجر وكيفاش دابا انتم الفجر علاش ملي كتشرق عندكم الشمس كتشرق من اسبانيا راه مشكل هذيك هذيك ما بغيتش تفهم لي هذيك شفت انا والله العظيم اخوتي شتي هذيك القضيه كنقول يمكن هذاك اللي بنى هذاك اللي بنى اللي دار لهم البنايه اللي تراسل لهم كان ضارب شي سطر فهمت كان ضارب شي سطر هذاك اللي تراسل لهم هذاك اللي قال لهم ها هو المحراب جهه المحراب والمنبر نقولوا كان ما نعرف هذه الشيء تاع التحديات ماشي دابا مبوق هذه كماري اختي هذيك مبوق ايوا وملي جاوا المصلين نقولوا جاوا نهار الاول جاوا في الليل نقولوا الغد ليه جاوا قبل ما تشرق الشمس ايوا الظهر الظهر كاين حقا الفوق الشمس كتكون في الوسط ما عارفينش واخا ايوا العصر واخا ايوا والمغرب المغرب نتوما ما كتصليوش حتى المغرب راه داكشي علاش المغرب ما كيصليوهاش الظهر الشمس كاينه في الوسط الفجر كيمشيو قبل ما تشرق الشمس العشاء حتى كتكون كذا ولكن العصر مازال ما لقيتوش التفسير العصر مازال ما لقيتوش التفسير كيفاش دابا انت تصلي لاسبانيا المهم الاخوان شي حاجه ما راكباش فجاء الوالي نتاع وهران قال لهم غندير لكم الامير عبد القادر يا جدك وغندير لكم نعم سيدي ليك الله يزر اي ولكن المشكله الله يزر ما قاتبان مع الظهر انا ما فهمتش دابا داك الله يزر امتى غيشعل ترى اقسم بالله الا هي تتحماق شتي هادو راه كنت غنجبد الركن وهو يدخل ما نجبدكش الركن دابا سير 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 تنعس شويه سير راك عيان مسكين سير 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 ترتاح واحد الساعه عاد رجع واحد نص ساعه 40 دقيقه اواجي ايوا السيد والي وهران دابا غير يشرح لي انا عقلي شويه شي مرات ما كيكونش ما كنكونش شارب قهوتي كتوقع لي شي حويجات والله العظيم ملي كتكون القهوه ما مشروباش كتكون شي حاجه ماشي هي كيكون الفهم شويه ثقيل واخا دابا درتي لنا الليزر باش نعرفوا القبله ماشي حنا الناس الوهره درتي لهم الليزر يعرفوا القبله الليزر كي غادي يبان مع الظهر واخا امتى غيبان الليزر غيبان في الليل راه الا عندكم انتم شي الليزر كيبان في وسط النهار ما نعرف انا اللي كنعرف اخوتي تقدروا زعما يعني حتى من المغرب الفوق المشكل المغرب كيكون مازال ما كيبانش مزيان الليزر حتى العشاء يعني غيبقاو يصليو غير العشاء المهم هادو دابا فهمتي يعني شوفوا كيفاش كيتساق ذوي الاصابع الزرقاء فهمت بصبع الزرق مبردع كيفاش كيتبردع فاليوم هذاك داك السيد نيت قال لهم اودي اليوم غادي نكرم لكم المدرب نتاع الجزائر ولبسوا البرنوس وهذاك البرنوس سبحان الله هو نفسه بحاله اللي لبسوه الموتسيبي اش كنقول لكم المنتخب الجزائري مشى خوتي الجزائريين المنتخب نتاعكم صافي انا نقول لكم علاش هذاك البرنوص فيه النحس لان البرنوص المسعود الوحيد هو انا شتا
أبرنوس اللي محظوظ وعنده الزهر وحمدك يا ربي وشكر الطك هو أنا، وما دوني ما دوني منحوس. هذاك البرنوس اللي عندكم تما في الجزائر منحوس، علاش؟ بكل نرجسية. هذيك راجو هذيك. آه ماريا تحياتي، شكرا. شو ماريا كتفهمني ولا لا أخت ماريا؟ لا نرجعوا للموضوع. هذاك البرنوس تلبس الموتسيبي على أساس باش يعطيه كان 2025 بح شهاد كان 25 من نهار داك الموتسيبي لبس داك البرنوس. دابا باغي دير شي انت بنادم بالبرنوص، باغي دير شي باش بالباستيلي هابي بيرث داي تو، داروا له عيد الميلاد، داروا له عيد الميلاد جدك والله العظيم، داروا له عيد الميلاد بالله. ايه بغاو يديو كان 2025 بالطرطه. راه بصح بصح ما عرفوش عن واش الطرطه زعما شي حاجه ولا ما فهمتش. المهم هذا خبر الاخوان غير باش نطنزوا شويه مع خوتنا الجزائريين، نقول لهم ما تستناوش شي حاجه كثيره مع هذا المدرب. هذا كان غيدير، كان بين الملامح نتاع المنتخب، كانت الايجابيه، كان شويه نتاع الحظ غادي يرجع للمنتخب، ولكن واش دخل تما نسيب نتاع تبون صافي يغسلوا يديكم، ما تستناوش شي حاجه كثيره. الغيره تهدر مناش غنغير اخي نور، وانت داك الفوتو ديالك انت شتاك التصويره دايره اخي نور؟ الغيرة تهضر، اش داك التصويرة دايرة نور؟ يا رديف يا رديف نور، عاود كتب شي تعليق نشوف داك التصويرة عاود. مالك مسكين واش ما مشى هرب؟ هاو هاو بدي نشوف التصويرة خير نور، اسمح لي خير نور، واش لاباراي واش مصور بالصابونة ولا مصور؟ مالك مسكين صاحبي، ما سير قد الحالة صاحبي، سير قد الحالة. عاد جيت تتكلم انت، واش انتوما كاع هكا دابا انتوما داك البلاصة فين راكم؟ ياك ما خنشلة عندك تكون خنشلة. عرفتي شنو وقع في خنشلة خوتي اليوم؟ ماشي اليوم، البارح ولا أول البارح. خوتي الجزائريين اجيو عند عمكم برنوص تعرفوا الأخبار في الجزائر والله العظيم. لا 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 انا شوف الفيضانات الحرائق شي حاجه اللي كتوقع كوارث طبيعيه ما نهضرش فيها. انا ما عجرني نشفح شوم عيب وعار وزعما فهمت، كنقولها بجديه ما كنضحكش، انا كنضحك على الكوارث البشريه، انا ما نضحكش على الكوارث الطبيعيه الحشومه، الكوارث البشريه. خنشله بن عمي مشى لهم واحد الراقي خي كريم، تحياتي كريم، مشى لهم واحد الراقي قال لهم خنشله كامله مسحوره، اقسم بالله العلي العظيم. قال لهم خنشله الخنشلاويين كلهم مسحورين، كاع فيهم السحور كلهم، خنشله كامله مسحوره. قال لهم انا جاي نحيد لكم السحور جماعه، حيد السحور، حيد دار لهم الرقيه 1200 دقه واحده. انا جاي لها، انا جاي، انا جاي لها بنت عمي، انا جاي لها. دار لهم والله العظيم كيرقيهم اون جروب 1200، هذيك محمد ياسين 1200 من الريفيه، مرحبا مرحبا بنت عمي مرحبا. اوكي ما كتسمعوا 1200 دقه واحده فهمتي، جمله جمعوا في واحد الملعب. قال لك ما معنى تجمعهم في واحد الملعب؟ معناه عندك رخصه، معناه الدوله عاطياك، معناه مشيتي للمصالح، شتو الدولة وشنو كتشجع في الجزائر؟ دابا السيد ماشي نقولوا حنايا في غفلة من الدولة وفي كدا كدا عنده شي استوديو، حتى دوك الرقات مسخت الوالدين اصاحبي الشفارة مسخت، كيدير استوديو، كيدير داك اش كيتسمى عازل الصوت فهمت؟ باش كيدير داك ليكو باش تأثر، فهمتي كيفاش؟ شو وقع داك التأثير وداك الخشوع؟ شوف المافيا، المافيا المافيا واخا نقولوا هذا الشيء مخبع في شي استوديو دايرين داك سميتو، هذا راه 1200 في الملعب، اذا هذا الشيء في خنشله فهمت؟
هذه دابا تجربه، انا اللي سمعت بانها تجربه. التبردي تجربه، التجربه الاولى مازال غتعمم في الجزائر كامله. قبل الانتخابات باسبوع سيتم الترقيه، لا ماشي الترقيه يعني الترقيه، واه الترقيه بالمعنى ديال الرقيه ماشي الترقيه يعني سميتها. الشعب الجزائري كامل غيترقى تقاعدها، فهمت؟ لانه مسكون مسكين، مسكون مسكون بالحزقة، مسكون بالفقساء، مسكون بالمؤامرة، مسكون كيان الصوص وصاحبي راه 60 عام وهم يشكنوا فيه. 60 عام مسكين صاحبي، شحال قدو هاد الشعب الجزائري شتا صاحبي، شحال قدو انت كتشحن في المخزن الصوص المايونيز. اهلا بانيس، اهلا بانيس، هذاك الطريبي شوارع الله العظيم بانيس بالله، تحياتي لك. مي باغي انيس فين الناس اللي كتعرف تاثير لاتونسيون، دير واحد الفوتو، دير واحد الطريقه باش كاتب سميتو ديال شكرا مدام، شكرا الله يحفظك، الله يحفظك، شكرا مدام. دابا واحد الاخت سميتها مدام، دير السميه نتاع مدام، انا ما كنتش ما شفتها نقولها شكرا مدام، فهمت؟ كنقولها شكرا مدام. وطبعا تما اللي ما عارفش غيتسحب له راه المدام كتفرج. فالمهم الى شفتي هذا الفيديو مدام حتى انت شكرا. شكرا السيده مدام، وشكرا حتى للمدام. بانيس الناس المليح والله العظيم، الله لا الله يعمرها دار، لا لا الناس مليح والله العظيم، مدام الله سمح. شوف انا اقسم بالله خوتي غنقولها لكم بكل نرجسيه، غنقولها بكل نرجسيه، شاء من شاء وابى من ابى، والله العظيم الى ولاد عمي وبنات عمي اللي يعني خالقين داك لومبيونس بيناتنا هنايا في تيك توك في هاد اللايفات ديالي وكذا، والله العظيم الى الحلاوه البشريه، الطيبوبه، الاخلاق، الاحترام، اقسم والله الا كنفتخر بكم بالله، اقسم بالله الا كنفتخر بكم اخوتي، خوتي خواتاتي، بلا ما نذكر اسماء لان غندير العيب مع الناس، ولكن هاد 1100 حيد واحد 300 جزائريين حتى هما كيحترموني. البارح تكون في البارح في القهوه، البارح جالس ماشي البارح ولا البارح جالس في القهوه ويجي عندي واحد الطنجاوي، ولد طنجة كيهضر معايا بديك الطنجاويه، غيكون ما عرف يقدر يكون كيسمع هاد اللايف ولا شي، سلم عليا خي سعيد كدا تا 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 كدا، قال لي خي سعيد بغيتك تسلم على واحد صاحبي دير له واحد ديديكاس. قلت له شكون؟ قال لي واحد صاحبي جزائري في واش بلجيكا ولا هولندا، والله ما بقيت عاقل. قال لي قلت له جزائري بغى ديديكاس ديالي؟ قال لي واه. شنو قلت له مأكد؟ قال لي اقسم بالله العلي العظيم الا انا وياك انا وياه كنتفرجوا فيه كنموتوا بالضحك. قال لي والله ما كنفلتوا شي حاجه ديالك. قلت له زعما ما كتخاصموش على ودي؟ قال لي والله ما رانا تما راه ضاحكين ناشطين معاك وكذا. قلت له قال لي والله العظيم مشات لي سميتو يا ربي. قلت له راه داك التليفون وديت له ديديكاس. درت ديديكاس الخي الجزائري. اذا كاين خوتنا الجزائريين، اقسم بالله خوتي القصه كنعاود لكم الا بصح وقعت لي في القهوه كورسيكا. وهاد القضيه ديال القهوه كورسيكا كنقول لواحد السيد البارح سمعتو عند شي وحدين ملي كانوا كيشقفوا فيا، قال لهم شكون هاد ابرنوس؟ قال لهم صدعتوا انتوما بهاد ابرنوس، شكون هاد ابرنوس؟ ما كيعرفوا حد انا هنا في طنجه وكنعرفوا من بعد ما كيدير فيه حتى واحد وما كذا كذا. بلا ما نقول سميتك اجي للقهوه كورسيكا وتشوف شكون هو ابرنوس، وتشوف كيفاش مع الاصدقاء ولاد الحومه والدراري واللي داخل واللي خارج. اجي القهوه كورسيكا، شوف نقول لك فين ولا بلاش نقولها؟ قهوه كورسيكا جايه في حي الاسره. يلا انا صديقتي تيتي بليتها بك، جزائريه تيتي الا كان جزائريه سلمي عليها، حتى الا ما كانت جزائريه، ولكن انا يعني حسب التعليق ديالك باينه غتكون جزائريه. من تونس، مزيان، احنا زدنا التوانسه معنا، والله العظيم ان تونس الناس الملاح، تونس والله العظيم الا تونس الناس ملاح، تونس الناس ملاح. اي والله ذاك الرئيس عندهم مسكين واحد النهار قال لهم الا لقيتوا جوج حوتات متخاصمين عرفوا راه ديزا واحد. اذا رايتم سمكتان متخاصمتان في البحر فاعلموا ان ما عرف شكون شي باطو ولا ما نعرف اسرائيلي مر من فوق. ايش دنا احنا الحوتات سيد الرئيس؟ ايش دنا؟
تا ندخلوا حنا للبحر ونشوفوا جوج حوتات مدابزين ولا مدابزينش. حنا راه مدابزين هنايا كيدابزوا اليوم وغدا كيتصالحوا. السيد رئيس تونس تعرفهم؟ واحد سميتو عبد الله الروكان وواحد سميتو مصطفى ابو الهيثم. حوته تاني كل نهار دايرين فيلم ما داير سفينتهم لا اسرائيل لا والو. اي الليله ما شي حاجه ما فرصناش ما نعرف. المهم هما حوته تاني قرشه تاني قرشاني يضلوا بداو هادي. وفين كيدابزوا السيد رئيس تونس السقي السعيد؟ ما كيدابزوش عندنا. يعني زيتنا في دقيقنا بيناتنا نديرو عينيميكا نديرو هكا كيدابزو عندهم كيستاهل عند وعند من ماشي عند شي واحد متخلق شي جزائري ولد الناس. هانت نقولو حنايا شي امام ديال الجامع يصالحهم شي استاذ يقرا عليهم النظريات ديال الخصام والتعلم. هانت شي كوتش جزائري متمكن يدير لهم داكشي تاع الكوتشينغ. انت بزين عند واحد سميتو دوغان سي قيس سعيد. هاد دوغان هذا داك النهار نسى الكاميرا سطر حتى هو كيسطر بحال داك لوكوزان تاع زغا. لوكوزان اللي جابتو زغا زغا قالوا لها خصنا نعرفوك انت شكون انت وجابت لهم واحد قالت لهم اكون موكوزان. فهمت كما كنا كنديروا ملي كنا كنغيبوا اللي كنا في الاعدادي. انا كنت كندير درتها مره واحده يا ربي درتها مره واحده. داك الغيابات شي مرات كتكون غير مبرره وكتدوز في شركه تجيب شي واحد ما تقدرش تقول له عمي لان غيقول له راه لاكارت السميه. والله ما كتضحك يا خويا انت تفقس مالك الناس باغا تضحك انا بغيت نضحك انت تفقس. دابا ما فهمتش علاش راك مزكرم علاش راك شاد على راسك انت تفقس انت صافي ماشي ساهله. اللي بغى يضحك يضحك اللي بغى يدير راسو غير ضحك كيديرها فهمتي. ولي داير لي غير خاطري زعما خي سعيد رانا كنشجعوك واخا حامض داير الضحكه وانت ماك مفقوس لا صاحبي تا شوف غير ما تضحكش كيما ما صافي لا بصح بصح راه كاين اخوان اللي راه كيديروا لي الخاطر في اطار الدعم والتشجيع فهمت. حتى انا كندير شي مرات شي واحد عزيز عليك كذا كذا ما كتبغيش تطيح له المعنويات فهمت كيعاود واحد النكته انت عارفها وكدير راسك ما عارفهاش وكيكمل وكدير راسك كتضحك يعني باش ما تحرجوش. دابا كاين اخوان ما كيبغوش يحرجوني عادي عادي غير انت ما تفقسش الله يحفظك الدين الله يكبر فيك عارف اللي كاين عارف. المهم شويه ديال فين كنا ابن عمي ايه كنا بانه السمكتان اللتان تخاصمتا في قعر البحرين. المشكله ماشي في قعر البحرين يعني تخاصمتا في التيك توك وماشي بيناتنا زيتنا في دقيقنا لا فوكستان ماشي ياك قلت هذيك زيدي فين وصلت وصلت لدوغا ايه فوت دوغاني حقاياك وصلت للقضيه ديال الستار والغبابر ايه دوغا مشاو تخاصموا يا بجدك وجميلهم ماشي خصام راه وصلوا الاعراب نتاع الامهات الاعراب نتاع النساء عند من عند واحد قلت لكم شنو كاين فهمت كيدير واحد اللحيه في الزهر هكذا وكيدير واحد الفلتر واحد الفلتر كيديرو داك اللحيه ما تعرفها واش ملصقها ولا ما تعرفش داك اللحيه فين كتبدا وفين كتسالي فهمت فهمت. مهم ما علينا هذاك القضيه فيها الفلاتر. اييه مشاو تخاصموا تما وجبدوا الامهات الام من هنا وجبدوا النساء ديال البركان مساكنات ما على بالهمش. المهم هاد دوغان هذا واحد النهار ابن عمي قال كيديروا مع السياسه سمعت يا سي قيس سعيد قيس سعيد الرئيس ديال تونس واسمع اسمع كان دابا القصه ديال جوج حوتات ما كاينش اسرائيل كاع والله ما كاينه سي قيس سعيد جوج حوتات قرش مع قرش واحد بالفرنسيه واحد بالعربيه قال كيديروا السياسه مع واحد ناض واحد النهار ورا لهم حجر لعباد الله
على غير كامل عندي، وهما مازال مصرين يديروا مع السياسه، باغيين يقنعوه بان الصحراء مغربيه. هذاك اللي ما ضحكش، الا ما ضحكتيش سير معاك خرج، الا ما ضحكاتكش هذه خرج. انا بغيت نقرا التعليق ديالك بانك ضحكتي، لان الا ما ضحكتيش على هذه غير خرج. جوج ديال الحوتات مدابزين بيناتهم، عند واحد السيد كيوري حجرو وكيديروا معاه السياسه باش يعترف لهم بان الصحراء مغربيه. شوف ليا وشوف والله العظيم، ولا تخالفتي معاه ولا كيقول لك انت عندك مخطط. يا ودي راك حطيتي الباطل على واحد السيده. لا، انه يستعمل في اطار مخطط عالمي. السمكة، خي السمكة، أراه الزمر ديال الويل ديال أراه أنتوما والوالد وهران غتحمقوني، أراه أنتوما والوالد وهران وهذاك اللي رق 1200 في خنشلة مع تبون اللي قال لهم سميتو، أراه غتفروح أنا معاكم. يا ودي خير الحاج الفرشاة، خليك الحاج الفرشاة، خليك دابا. علاش كتقرصوا؟ علاش كتقرصوا؟ حنا ضحكينا صاحبي، مالكم؟ هي ما تنفعلوش اخي الجاكوار، ضحك ولا خرج بحالك. انت امام خيارين اخي الجاكوار، انا عارف عبد الله يعني كتحماق عليه وصاحبك ولا ما نعرف، المهم بيناتكم سكم هذاك ما عنديش مشكل. انت ضحك سمعت وبيس، والله ما كاين شي مشكل، غيرو كان هاد الجوج هادو راه تسبوا وجدوا الاعراض ديال الامهات ديالهم، فهمت؟ وهادو كيقول لك الا ما تضمنتيش مع، الا ما تضمنت خصني انا كل نهار نضمن معاهم انا، فهمت؟ انا غادي نفتح واحد القوس للاخت المهره، وخايلا وصلوا لها هاد الهضره للاخت مهره، المهره المتمرده. إذا كانت يا ربي تكون كتسمع، يا ربي حيت يمكن مازال في اللايف ولا ما عرفتش، ممكن فتحت واحد اللايف كتهضر في الموضوع ديال هذا الشيء اللي وقع لهاد اليومين بلا ما نهضر فيه، نقدر نهضر فيه من بعد ماشي دابا. قالت لهم المهره جبدتني انا، قالت لهم ابرنوس ما تضامنش معايا ملي سبوني البارح. اختي المهره انا ما فراسيش، اختي المهره انا ما عنديش 77 تليفون بحال القرش، فين ما سب شي واحد انا نعرفه، انا ما عندي هواتف، انا عندي عائلتي يسال لها المهره، عندي الاسره ديالي، عندي الدكتوره نتاعي كنخدم على عمل مسرحي جديد، عندي الخدمه ديالي، وعندي واحد الوان مان شو كنكتبو، ومره مره كنتصنت، ولا عندي شي نص ساعه ولا ساعه الا ربع ولا خمسه دقائق كنطلع في شي قيست، وكنفتح اللايف في الليل. راه ما يمكنش اختي مهره الله يرحم ليك الوالدين بداك الطريقه اللي قلتيها كتلوميني على شي حاجه اللي ما فهمتش انا. واش انا دابا كاع اللي تسب، دابا في هذه اللحظه هذه كاع اللي تسب خصني نسيق له الخبر انا باش نضامن معاه، وانا قلتها لكم ذاك النهار، راه ما يمكنش انا اللايفات ديالي غتولي كلها تضامن، اللي سب شي حد غادي نمشي نضامن معاه، راه مستحيل. دونك التضامن هو على شكل، غتقولوا لي علاش امازيغيه بالضبط؟ بنت عمي هي معنا حاضرة وشفت وسمعت الحاجة، ما شفتهاش ما سمعتهاش. الأخت نورة قرشية ضامنت معها وسجلت التمديد ديالي لأنني شفت وسمعت. ولد كبير ديال الفرسان، بنت الأخ كبير اللي دابا انسحب كاع من تيك توك، الأخ كبير ديال الفرسان، حين تم التهجم والسب ديال التهديد ديال بنته صغيرة قاصر، سمعتها، سمعت وسجلت التنديد ديالي. راه ماشي عندي غير جوج ودنينا اختي مهرة الله يرحم ليكم الوالدين، ما تبقاوش ديروا داك النقاشات، داك المغالطات المنطقيه صافي. فمعليش انا كنقول لك ما سمعتش، وماشي ضروري فين ما سمعت انا شي سبه نجي ندير انا واحد الحصه خاصه بالتضامن مع المسبوبين. بشكل عام كنقولوا اي واحد سب ماشي راجل، اي واحد تهجم على الاعراض والمسائل الخصوصيه والصور الشخصيه والعائلات والاسر ديال الناس ماشي راجل،
شماتة حقير داني خسيس هكا باردفو وانتم رسقوها في ما بغيتو. اي واحد سبكم قولوا راه برنوس قال عليه بانه خسيس حقير، فهمت؟ وهذوك اللي كيسبوا راه كيسمعوني، راهم هنا. الا كان شي واحد فيهم كيسب وسبك انت راه كيسمعني، كنقول له انا انت خسيس حقير ماشي راجل. كاين شي اكثر من هذا الشيء؟ اذا هذا الشيء غير باش كان انا هنا الان ونديد بما وانا المهره باش نقول لك عندي الشهاده نتاعتي انا تاع سعيده برنوس. انا تبعتك يمكن شي جوج مرات ولا ثلاث مرات في اللايفات نتاعتك، وشي مره او جوج عند اليماني، انسانه محترمه الله يعمرها دار، ما عندي عليك حتى شي تحفظ، بالعكس انسانه محترمه جدا الله يعمرها دار. هذه الشهاده ديالي كنقولها في حقك في حدود داك ما سمعته منك، في حدود داكشي اللي سمعته كنقول مستحيل نعطي شي مبرر لشي حد يتهجم عليك ولا يسبك. ولكن بنت عمي الله يرحم لكم الوالدين، وهذا نداء للاخرين والاخريات كاملين، راه ما غيوليش عندي انا اللايف فيه ربع ساعه ديال فين ما تسب شي واحد خصو يقول علاش ابرنوس ما تضامنش معايا، وشويه ديال المعقول وشويه ديال المنطق. الله يجازيكم بخير. البيان التضامني تاع الحاضره مع الايران، ما فراسيش اخي احمد، ما فراسيش اخي احمد هذا البيان التضامني، ما فراسيش خصني حتى نقراه باش ما يمكنش عاود ندير انا غير، فهمت؟ خصو يكون فراسي، خصو يكون فراسي. نرجعوا للموضوع ياك، اين موضوع؟ فين كنا؟ تم سحبوه؟ الا داروا البيان وسحبوه؟ الا ما يمكنش يديروه ويسحبوه. وخصنا نشوفوا داك السحب. لا ولكن واش البيان ديالهم واش باش ما نكونوش يعاود كنديروه، فهمت؟ انا الحاجه اللي ما كانتش يعني عندي عليها الدلائل ما نتكلمش فيها. عرفتي شنو؟ الا كانوا داروه سحبوه. ولا 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 لا راه داروها واحد المره مع السفير نتاع الامارات ذاك المره، راه داروا ذاك الفضيحه، داروا واحد الفضيحه ديال السحب الخبر وكذا. الا داروا هذه زعما داروا البيان وسحبوه كارثه. كنقول للاخوه الجزائريين ما عندكم لا دوله لا رئيس لا استزعت، اقسم بالله الا راه يشوف الا كان شي جدكم ولا شي جد جدكم شي نهار دار فيكم شي خير راه دابا خدام عليكم في هذه الايام اللي بقات، راه في اي لحظه الجزائر مشات. انا كنقول للاخوه الجزائريين الا كان بصح دار البلاغ وتسحب مع الفضائح اللي وقعت سابقه كل 3 ايام 4 ايام فضيحه، انا كنقول لكم دابا راه غير شي دعوة الخير ديال شي جد 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 جدكم في شي وقت باش راكو دابا